بدأت النشر في نشر الكتب في 2001 من خلال مجموعة قصصية بعنوان ضوء مهتز. متاهة مريم صدرت 2004، في صيف 2009 صدرت وراء الفردوس، في 2013 مجموعة قصصية بعنوان نحو الجنون فازت بجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب كأفضل مجموعة قصصية. في 2014 يناير 2014 صدرت روايتي جبل الزمرد، وأخيلة الظل في يناير 2017. أخيلة الظل رواية أو نوفيلا قائمة على لعبة افتراضات وتخيلات، يعني هي أشبه باستثمار لأحلام اليقظة واختراع الشخصيات والمشي وراء هذه الشخصيات وخلق علاقات متبادلة بينها، ومن خلال هذا مناقشة أفكار عن الفن عموما والرواية والكتابة. ويعني هي أشبه بلعبة ظلال. حين بدأت كتابة هذه الرواية كان في ذهني أنها بعيدة عن كل مشكلات الواقع العربي في هذه السنوات، يعني كانت كأنها رئة أتنفس أنا منها أثناء الكتابة، لكن فوجئت أن هذه الآلام وهذه الأهوال التي تشهدها المنطقة تظهر بطريقة مروغة، يعني من خلال يعني في مجاز، يعني ليس بالضرورة حين أن أكتب عن المذبحة الحقيقية التي تحدث حولنا أو عن المشكلات والغرق والدمار والأنقاض بصورة مباشرة، لكن اتضح أنها تسكنني وأنها ظهرت بطريقة أخرى من خلال شخصيات متخيلة. لا يوجد سوء نشر في العالم يستحق أن يسمى سوء نشر وليس به بيست سيلر، لأن سوء النشر معناه التنوع، معناه الروايات الخفيفة، روايات البوليسية، روايات الرعب، كل هذه الأشياء يجب أن تكون موجودة. لا يوجد في أي مكان في العالم حتى أكثر أسواق النشر تقدما نشر الأدب الجاد فقط. هو رأي جريء من كاتبة بالعالم العربي. أنا الآن أتكلم كمحررة كتب ومتخصصة في مجال النشر. بالنسبة لذائقتي ككاتبة الأمر يختلف، يعني أحاول طوال الوقت أن أرى أي مسألة من أكثر من زاوية. ككاتبة التخوف الأساسي هو أن يكون طغيان هذه النوعية من الكتابات يعني أشبه بستار يسدل على نوعيات جيدة. هل هناك كتب تكتب للجوائز وكتب تكتب للبست سيلر وكتب تكتب للنخبة؟ يعني هو الإجابة عن هذا السؤال ستكون صعبة، لأن سيكون فيها يعني أشبه ما يشبه التفتيش في الضمائر، يعني لن أفتش في ضمير أحد، لكن من الملاحظ أن يعني الجوائز في معظمها تقاطع الأعمال التجريبية، الأعمال التي يكون فيها تركيب أكثر. هناك طبعا أعمال أدبية مهمة فازت بجوائز أو وصلت للقوائم القصيرة والطويلة، لكن عدد الأعمال الجيدة التي نجحت في هذا قليل، يعني ليس بالضرورة هذه هي القاعدة. لكن أظن أن المشكلة ليست في الجوائز فقط، نحن كصحفيين وإعلاميين والأصل المهرجانات والإعلام يتحملون جزءا من المشكلة، يعني من المسؤولية، بمعنى يعني الجرائد والمجلات والمواقع حين تهتم فقط بعد إعلان قائمة طويلة للبوكر بالروايات القائمة الطويلة فقط، هذا يساعد على تهميش أعمال قد تكون أفضل. فالفكرة هي ألا تكون الجوائز هي البوصلة الوحيدة.